من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مشاهدينا الكرام، هذه أجمل تحية. سأكون معكم اليوم في تغطية متميزة لهذه المباراة المرتقبة. مباراة اليوم ستكون مميزة لأنها تلعب ضمن فعاليات ديفيجن رايفلز. نتمنى أن تكون مباراة مثيرة كما هي العادة. اليوم نأمل بأن نتابع مباراة قوية، نريد أن نشاهد فنيات ومهارات وإبداعات مميزة في عالم كرة القدم. نستعرض لحضراتكم التشكيل الأساسية لفريق فاوندرز. في حراسة المرمى دوناروما، سليبة سيلعب إلى جانب كيم بيمبي في الخط الخلفي، وفي الهجوم بنزيما سيبدأ إلى جوار خيسوس. أمام حضراتكم تشكيلة الفريق الضيف. مايك مينيا في حراسة المرمى، ماركوس لورينتيس سيبدأ إلى جانب بيدري في وسط الملعب، وفي الأمام سيشارك جواو فيليكس. كرة بتتشتت بعيدة إلى رمية تماس، ضاع الاستحواذ من عند سانديو ماني. رافينيا، بتروح إلى جواو فيليكس، ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي إلى يد حارس المرمى جابريل جيسوس. مساحة كبيرة على الطرف أمام فريق فاوندرز. جابريل جيسوس ممكن التقدم في هذه اللحظات. أوهو، ضاعت فرصة خطيرة جدا، لكن الراية تأتي والتسلل موجود في اللقطة، لكن من الأساس يجب التركيز أكثر أمام المرمى. لورينتي، بتروح لجواو فيليكس، وصلت إلى تشوميني. أوهو، غاب التوفيق عن التصويبة، مرت بجوار القائم. أليكس بالدي، تصل إلى بيدري. لورينتي، وصلت إلى مارتينلي. كانت أوهو، الحكم يحتسب ركلة جزاء في هذا التوقيت، فرصة محققة للتقدم في النتيجة. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت بنجاح. يستأنف اللاعب الجديد ولا يستوجب على فاوندرز رد السريع للعودة في النتيجة. كرة تصل لجواو فيليكس، ولام مع رافينيا، تدخل مثالي داخل ال 18. كرة تصل لجواو فيليكس، كرة بتتخلص بتصدي ممتاز، وهنا ضربة الزاوية. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. تشاوميني، كرة عند بيدري، وصلت إلى مارتينلي، تاكلينج نظيف. يا سلام على اللقطة. رافينيا، كرة هدف الآن. الخطورة مستمرة، هدف خيالي، هدف يوسع الفارق ويعزز التقدم لفارق الهدفين. تقدم هجومي من جانب فاوندرز والمحكم خلق فرصة.
تصل جواو فيليكس. هذه هي فرصة هدف. تدخل رائع جدا في البوكس. عرف كيف يمر، عرف كيف يتخلص. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. تمركز سيساعد كثيرا في استخلاص الكرة. هنا مع مارتينيلي، محاولة كانت قريبة جدا. يا الله على الفرصة. أرقام جميلة مشاهدينا تؤكد تفوق الفريق المريح في مباراة اليوم، سواء على مستوى النتيجة أو على مستوى الفرص. جواو فيليكس فرصة هدف. يا الله، مرت ودخلت وحركت الشباك. من يصدق هذا الهجوم الكاسح في أرضية الملعب؟ ممتاز في التدخل واستعادة الكرة. شاوميني، وصول الدعم من زملاء في هذا التوقيت. حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. هذه فرصة، فرصة كبيرة للتسجيل. كريم بنزيما، تدخل رائع. بتروح إلى جواو فيليكس. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. ساديو ماني، وهنا يفقد فريق فاوندرز الكرة. تشاوميني، تسويبة من كريم بنزيما. كرة بين يدي حارس المرمى. كريم بنزيما، الكرة في المرمى. فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. انتابع لقطة الهدف من بدايته. كرة عالية مرت من فوق المدافعين وبدون تردد وبكل ثقة. انهاء مثالي في المرمى في موقف انفراد تام بالمرمى، وبلا شك إضاعة هذه الفرصة لم يكن خيارا متاحا. حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. والآن تعلن الصافرة عن نهاية مجريات الشوط الأول. تتواصل المباراة مع ضربة البداية للشوط الثاني.
هنا مع مارتينيلي، عرضية في عمق ال 18، وهنا تأتي نهاية الفرصة ومعها تنتهي هذه الخطورة. فقدان للكرة من جانب مارتينيلي، أوبا ميكانو، ملعوبة ناحية بنزيما، بنزيما في موقف تسلل، أليكس بالدي، رافينيا، كرة للتسديد الآن، تسديدة بعيدة والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس، تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع، راحت لتشوميني، ضاعت الكرة هنا بتمريرة سيئة، تشوميني، تصويب الآن، أوهو جت الكرة، مرت بجوار القائم، يا سلام على التسديدة، يا لعيب، كرة كانت خطيرة، كان ممكن تصيب المرمى، حبست الأنفاس، اعتقدنا بأنها هدف في اللقطة الماضية. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير، فرصة تنتهي والكرة تنتقل للفريق الخصم. ديبالا، اللعب يستمر والأفضلية لإتاحة الفرصة، تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. واتا تدخل في التوقيت المناسب، باولو ديبالا، رمية تماس، تتغير وجهة السيطرة، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة، رافينيا، فرصة لوضع الكرة في الشباك، الكرة في المرمى، يا رباه على هدف يعزز التقدم ويوسع الفارق لثلاثة أهداف. عدى فيها بشكل ممتاز، تحكم سليم في الكرة، سددها، كرة ما شكلت أي خطورة على حارس المرمى. تشاوميني، باولو ديبالا، ضاعت وتحولت للخصم من جانب ديبالا، بكل شجاعة اعتراض ناجح، ماركوس ليورينتي، والآن مع مارتينيلي، بتروح إلى جواو فيليكس، جواو فيليكس وفرصة هدف، تدخل بيريح الفريق، رابينيو، ملعوبة إلى ديبالا، هنا مع مارتينيلي، ينجح الحارس في التصدي، تلعب في عمق ال 18، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة، يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا، فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات، فرصة للتسديد، كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسب ضربة الزاوية، يا رب كرة في العارضة،
حارس يتصدى للتسديدة. اعتراض ناجح لهذه اللقطة. تصويبة قوية. حلوة الكرة، حلوة اللقطة، الله على المهارة. شوف كيف لعبها، شوف التنفيذ، كانت قريبة في اللقطة الماضية. يخطئ حارس المرمى، هل يعاقب على هذا الخطأ؟ كرة تصل لجوان فيليكس، هل تستغل الفرصة؟ خطأ يحتسب حكم المباراة. تهور كبير في هذا التدخل، أساسا عنده كرت أصفر. تبعد من على خط المرمى. دفاع مثالي، توقيت مثالي، هدف لا يأتي بهذه اللقطة. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. تحول هنا في الاستحواذ. التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. بتروح إلى جواو فيليكس. يتدخل كوليبالي ويبعد العرضية. من حق هذه الجماهير بأن تعترض على مستوى الفريق في الملعب. ما كان قادر على مجاراة الخصم، كان يعاني بشكل كبير، واضح انه يمر بيوم سيء او مستوى اقل من الطموحات. وانتهت الخطورة هنا بعد تدخل مثالي. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الاصلي. وتنطلق في هذه الاثناء الصافرة. الهزيمة الكبيرة سيكون امام الطاقم الفني مهمة صعبة.
تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأجواء جميلة جدا وطقس مثالي. سعيد بتواجدي معكم اليوم، أحبكم فارس عوض، واليوم نلتقي لتغطية مباراة ضمن منافسات ديفيجن رايفلز فاوندرز ضد فريق أتلتيكو. نتمنى بأن تشاهد متعة كبيرة على أرضية الميدان اليوم، نريد كرة قدم جميلة وندية من الفريقين. واعتراض غير عادي للتسديدة. نستعرض لحضراتكم التشكيل الأساسية لفريق فاوندرز. في حراسة المرمى دوناروما، كين بيمبي سيلعب إلى جانب ساليبا في خط الدفاع، وفي الهجوم بنزيما سيبدأ إلى جوار خيسوس. هذه هي تشكيلة فريق أتلتيكو. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، كيران تريفيرس سيلعب إلى جانب أكولا في مركزي الظهيرين، ديبول سيبدأ مع ساول في خط الوسط، وفي الخط الأمامي دافور سوكر سيبدأ مع كالوم ويلسون. انطلاقة هجومية من أتلتيكو، ويلسون في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. والكرة بتروح هنا من جانب فريق فاوندرز. أندرسون تاليسكا من جديد، تصل جيسوس، كريم بنزيما بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. أثر الإصابة واضح عليه، والمدرب ممكن يجري تغيير الآن. ميتوما يتدخل هنا ويقطع الطريق. قطع للكرة وإيقاف المحاولة. واضح أن اللاعب مو قادر يواصل هذه المباراة بسبب الإصابة. كرة بتضيع وتنتقل إلى الفريق الآخر. وصلت إلى ديبول. أوه، كرة في المرمى. الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. يفقد الكرة. ساول. بداية تقدم هجوم من أتلتيكو، فرصة للتسجيل. يا رب، كرة في العارضة. تدخل ناجح في اعتراض الكرة. يا لعيب، شوف الجيكاوت في اللقطة الماضية. ساديو ماني، واضح معاناة الفريق في الاحتفاظ بالكرة. تصل إلى كوبو، ملعوبة إلى سوكر، تصويب الآن يوقف حارس المرمى. ويلسون، فرصة خطيرة، كرة خطيرة تحول مسارها. يا الله، النيران الصديقة في مثل هذه الكرات لا تكفي النوايا الحسنة، التركيز يجب أن يكون موجودا في هذا اللقاء. يستعيد الكرة بعد ضغط عالي ممتاز، فرصة قائمة الآن. كرة خطيرة لبنزيما في المرمى. يا رب، يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. لعب مستمر هنا مع الإقرار بوجود خطأ، لكن يتحول القرار من منح الأفضلية إلى منح الخطأ. وصول الدعم من زملاء في هذا التوقيت.
لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة. كرة بتتخلص في هذه اللحظات. كريم بنزيما، جابريل جيسوس، مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. فرصة هدف الآن لسوكر، تصدي للقطة هنا، لكن اللعب في الملعب انتهت الخطورة وحسم الموقف. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض للكرة، مراوغة ممتازة في هذه اللقطة. يا رب، مستحيل الكرة، هدف على الطاير بكرة عالمية، هدف أسطوري. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. هذه تصويبة، ينجح في التصدي، ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. تعود الكرة للدوران من جديد مع انطلاق الشوط الثاني. في الشوط الأول عانى فريق فاوندرز كثيرا وأمام الكثير من أجل العودة. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. تصل إلى كوبو في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. وصلت إلى ديبول، تصدي هنا والكرة مستمرة. كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. سوكر، ملعوبة إلى ديبالا، يفقدها كريم بنزيما، كرة بتتحول للمنافس، فرصة متاحة أمام سوكر. أوهو، الكرة في المرمى، الفارق يتسع لأربعة أهداف. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. والكرة بتروح هنا من جانب فريق فاوندرز. ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت. ضاع الاستحواذ مرة أخرى. دي بول، فرصة هدف الآن لسوكر، اعتراف شجاع للتصويبة. تتحول الآن إلى داخل الملعب. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. ركنية ننتظر تنفيذها.
تصدي خرافي للكرة الرأسية، ردت فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. هنا واضح غياب التركيز في هذه التمريرة، تمريرة في مكان، فرصة للتسجيل الآن. ينجح الحارس في التصدي. كرة زاوية إلى العمق، ضغط جيد واستعادة للكرة، فهل يستفاد الآن منها؟ الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. بينية بالمقاس من جانب سوكر. راحت الكرة من جانب فريق فاوندرز. هل سيكتفي الحكم بالإنذار الشفوي في اللقطة الماضية أم سيخرج البطاقة؟ المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. أكونا، عرضية لداخل الثمنتاش. يمكنهم تنفس الصعداء الآن. رابينيو، تدخل ناجح، قطع الكرة في هذه اللحظات. يعود للخلف من عرضية جميلة. ممتاز الاعتراض الآن. كرة بتغير اتجاهها إلى خارج الملعب، رمي التماس. ويلسون، دافور سوكر، تصدي بكل ثبات. الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع. كريم بنزيما، سوكر، دافور سوكر، فرصة متاحة أمام سوكر. حارس المرمى يبعدها بقبضة يده. تدخل وإبعاد للكرة. المساندة تأتي من الزملاء. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. والكرة خطيرة بعد ابتكاك الكرة في هذه المنطقة. والكرة تخرج إلى ركلة ركنية. تدخل كوليبالي في إبعاد ركنية. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. رابينيو، الله على تدخل يحبس الأنفاس هنا. المتبقي 5 دقائق على نهاية أحداث اللقاء. تاكي، تصويبة قوية هنا، يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. ركنية باتجاه المنطقة، ضربة ركنية، الكرة بتتخلص من حارس المرمى. رابينو، تدخل ممتاز هنا. سوكر، ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. كبيرة سيكون أمام الطاقم الفني مهمة صعبة جدا لإعادة الثقة للفريق وتصحيح الأخطاء.
اهلا بكم مشاهدينا في الاليانز ستاديوم، الاجواء صاخبه جدا هنا والحضور قوي في المدرجات والطقس في منتهى الروعه. من كابينة التعليق معكم فارس عوض. مباراة تأتينا مشاهدينا ضمن منافسات ديفيد رايفلز، حيث الإثارة والتحدي. أجواء هنا رائعة جدا حقيقة، نتمنى بأن تكون المباراة على نفس هذا القدر من الإثارة. ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. فرصة الواحد على واحد الآن، فرصة خطيرة على المرمى لكن الحارس أبعدها في اللقطة الماضية. النهاية كانت سيئة، التصرف ما كان مثالي. نستعرض تشكيلة المباراة لفريق ريبلز في هذا التوقيت. مايك مينيا في حراسة المرمى، بريمير سيلعب بجوار رافائيل فاران في الدفاع، تونالي سيبدأ مع كونكو في الوسط، وفي المقدمة يتواجد انطوان غريزمان. الآن نلقي نظرة على تشكيلة الفريق الضيف. تير شتيغن في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب إلى جانب كيم بيمبي في الخط الخلفي، وفي الأمام رأسي حربة للكثافة الهجومية. بينية تمر من الدفاع، رحيم ستيرلينج، فرصة متاحة، أوهو إنقاذ ممتاز. يلعب للكرة الوسط 18، ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء. حارس المرمى يبعد هذه الكرة بكل ثقة، بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. مباراة فيها نجوم كثيرة، لكن باعتقادي الشخصي ممكن أن نشاهد نكونكو يكون النجم الأول. نحن هنا نتحدث عن قدرة كبيرة على إنهاء المحاولات، الفينش أمام المرمى. الحديث بالتأكيد عن من يتوج مجهود المجموعة بالكامل ويشكل تهديد دائم. وحكمة اللقاء هنا تحتسب ركلة جزاء. يستعد غريزمان لتنفيذ الكرة. الكرة في المرمى من ركلة جزاء نفذت بنجاح. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كريستوفر كونكو، أوهو العارضة تتحدى وتعترض الطريق. هنا يظهر التوفيق أمام مساحة في هذه اللحظات. تصدي مثالي بعد ذلك موقف الواحد ضد واحد، كانت انفرادة خطيرة جدا. برافو على هذا التصدي، تعامل جيد في إبعاد الضربة ركنية. غريزمان بيعدي فيها، يتقدم فيها. تحول في الاستحواذ، شوف الكنترول، شوف التحكم، انطلق فيها، تقدم فيها. نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. أنطوان غريزمان، عمل رائع. يا رب أي هدف خرافي، أي تسديدة، أي روعة في هذه الكرة. إذن نعود للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ديابي، شوف كيف يعدي، شوف المرور، متعني سلطني. يا سلام على اللقطة، يتألق الحارس ويتصدى. ركنية إلى داخل المنطقة، راحت الكرة للأسف. تسديدة رائعة، أوهو قوية هذه الكرة. كرة كان فيها عنصر المفاجأة من مسافة بعيدة، لكن مرت قريبة من المرمى. تدخل وكرة تبعد، ريبلز يحاول بناء هجمة. غريزمان بيشوت، يا الله كرة تعانق المرمى. ها
هاتريك من الفرنسي كريزمان، هاتريك من العملاق. أي مهارة وأي إثارة وأي قدرة على هز الشباك. بينية فيها خطورة، وصلت أنتونالي، تدخل في الوقت المناسب، الضغط ينتهي في اللقطة الماضية. ولام مع كونكو، كريزمان بيشوت، مستحيل، مرة أخرى في المرمى. يوسع الفارق لأربعة أهداف. محاولة هجومية هنا. يكون هو ومن غيره يفعلها. الله على النهاية، على الأسلوب، هدف يحرك المرمى. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. شوط أول شارف على نهايته، وهنا تعكس النتيجة الوضع والمعاناة الكبيرة للفريق الضيف في الملعب اليوم. أعتقد الأكثر منطقية هو إعداد الفريق لتجنب الإذلال بصورة أكبر. عمل كبير لابد من القيام فيه في غرفة الملابس، لأن العودة للشوط الثاني ستكون صعبة مع هذه النتيجة. لابد بالتأكيد من تغييرات جذرية في الأسلوب الدفاعي. الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. هذه هي فرصة هدف. الحارس يبعد الكرة. إنكونكو، افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. سام ماكسيما، دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. والآن تنطلق صفرة نهاية الشوط الأول من ملعب إليانز ستاديوم. نتمنى في شوط المباراة الثاني بأن تتغير الصورة عن الشوط الأول، واللي كان أشبه بتقسيمة وحصة تدريبية بعد نجاح الفريق الفائز بالتقدم بنتيجة كبيرة جدا. لديه المساحة، ينطلق فيها على الطرف، وضاعت الفرصة وراحت معها الخطورة. ولا مع موسى ديابي، يفقد ستيرلينج الكرة في هذه اللحظات. يتدخل ليبعدها إلى رمية التماس. ديابي، تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. يسير باتجاه المرمى الآن. فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. قد تصبح خطيرة في هذه اللحظة، خطيرة عند إنكونكو.
تدخل في اللقطة الماضية غير مسؤول. كرة تصل إلى ضربة ركنية. تلعب في عمق ال 18. محاولة استعراضية أمام المرمى لكن الكرة بتروح. ضغط عالي واستعادة الكرة ممكن أن تشكل خطورة. هذه كرة هدف يفعلها مرة أخرى ويسجل ثنائية في رصيده في هذا اللقاء ويفكر في المزيد. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع، بعد ذلك الإنهاء، أي تسديدة ذهبت مباشرة، هدف جميل وتسديدة أروع. يا لعيب شوف مروره. ريبلز أمام مساحة كبيرة في طرف الملعب، فرصة هدف محقق، لا يتوقف، من جديد يضرب في المرمى. الفارق يتسع والهجوم متعطش للمزيد. خارج الملعب رمية تماس. تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. يا سلام على التمريرة. خلاص انتهت الخطورة وبالتالي ضاعت الفرصة. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. هتافات للجماهير مطالبة بالتصويب. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. لابد فرصة غريبة بتضيع بكل غرابة. موقف انفراد تام لكن التصرف كان سيء بتسديد الكرة بقوة وبعيدة عن المرمى. شوف اللاعبين وحركات الإحماء، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. تدخل قوي في اللقطة يفعلها وينجح في المرور. رحيم ستيرلينج والتصدي جيد هنا. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. رأسية حلوة لا تصل الشباك، تنتهي بجوار المرمى. ينطلق ريبلز في المساحة الموجودة على الطرف. الكرة بتروح بعد تمريرة سلبية هنا. الآن مع كامافينجا. الله على دقة التمرير. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. المساحة أمامه على طرف الملعب. التحرك الجيد يساعد في قطع الكرة. بينية تحرك القلوب. ستيرلينج أمام المرمى. أوهو غاب التوفيق عن التصويبة، مرت بجوار القائم. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى. يا الله على الكرة في المرمى. ما هذا الأداء؟ فارق الأهداف الأربعة الآن. لحظات أخيرة نشاهدها. النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. ينطلق الآن نحو العمق. سهل الكرة تصل يد تيرشتيغن. المباراة الآن في أوقات حرجة،
خمس دقائق فقط على النهاية. أوهو حلو الفرصة، الله على التسديدة، بعيدة المدى لكن قريبة من المرمى، كادت أن تحرك الشباك. تدخل هنا ويقطع الطريق. انطلاقة هنا واستغلال المساحات المتاحة. دقيقتين إذن كوقت بدل ضايع. افتكاك للكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. ثيو هيرنانديز وصلنا لنهاية المباراة والنتيجة هي خسارة الزوار في مباراة خسارة كبيرة ستحطم معنويات الفريق أمام الفريق عمل شاق بعد هذه المباراة المخيبة للأمال. من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مشاهدين الكرام هذه أجمل تحية، معكم فارس عوض من كابينة التعليق في تغطية مباشرة لهذا اللقاء. مباراة تأتينا مشاهدين ضمن منافسات ديفيجن رايفلز حيث الإثارة والتحدي من أجواء الملعب والمدرجات تشعر بأهمية هذه المباراة على أمل بأن ترتقي هذه المواجهة لمستوى التطلعات والتوقعات والأمال وأن تكون مليئة بالإثارة. إذن هي التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض اليوم، تير شتيغن في حراسة المرمى، تيو هيرنانديز سيلعب مع كلاوس في مركزي ظهيرين، ويتواجد في الأمام مهاجمين من أجل تشكيل خطورة أكبر على المرمى. نستعرض تشكيلة الفريق الضيف في هذه المباراة، تير شتيغن في حراسة المرمى، ناثان أكي سيلعب إلى جانب كريستينسن في الخط الخلفي، برناردو سيلفا سيبدأ إلى جانب بيدري في وسط الملعب، وفي الهجوم لدينا إيناكي ويليامز. بعدها لكن ما زالت خطيرة. ويليامز كريستينسن كرة تصل إلى غريليتش، هجوم الآن مع تفكير في الخطوة المقبلة لتهديد المرمى. تصدي جميل من حارس المرمى. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. تشتيت رائع للكرة هنا. روبرتسون كرة عند برناردو سيلفا. الله على التدخل. تاكي الآن مع كامافينجا. كامافينجا على هذه الكرة، هدف مبكر هنا لافتتاح شريط الأهداف. روبرتسون كرة عند برناردو سيلفا، يتدخل وينجح في استعادة الكرة. والآن مع غريليتش يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. يتدخل شتيغن واللعب مستمر الآن. تدخل كان ناجح هنا لإبعاد الخطورة.
الكرة عند كيمبيمبي، لم يتمكن من الحفاظ على الكرة.
أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. أحدثكم فارس عوض معلقا على هذه المباراة، وموعدنا اليوم مع مباراة ضمن ديفيجن رايفلز. من خلال هذه الأجواء الكروية الجميلة نتمنى بأن تكون المباراة قوية ورائعة، على أمل بأن نشهد مباراة كبيرة من الفريقين وأن ترتقي لمستوى التوقعات والتطلعات. فرنانديز واضح على الشاشة تشكيلة الفريق صاحب الأرض. نيك بوب في مركز حراسة المرمى، جواو كانسيلو سير عم ألكسندر أرنولد في مركزي الظهير، برونو جيماريكس سيبدأ مع برونو فرنانديز في قلب الوسط، وفي الهجوم ديوغو سيبدأ رفقة داروين نونيز. نستعرض لحضراتكم التشكيل الأساسية لفريق فاوندرز. في حراسة المرمى دوناروما، سليبا سيلعب إلى جانب أوباميكانو في خط الدفاع، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. برونو فرنانديز الهدف الأول في اللقاء، هدف الدقائق الأولى يشعل الأجواء، يفتح المباراة. الاحتمالات الآن بمباراة مشتعلة من جانب الطرفين. ضاع الاستحواذ من عند سانديو ماني. تدخل قوي في اللقطة. برونو فرنانديز. ينجح في استعادة الاستحواذ. التركيز مطلوب في اتخاذ القرار بعد التقدم للأمام. الحارس يخرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. برونو فرنانديز. بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. وصلت لديوغو جوتا. والآن مع برونو فرنانديز. ديوغو جوتا ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس. برونو فرنانديز في تنفيذ الركنية. ضربة ركنية لا تشكل أي خطورة. الله على التدخل واحتراز الكرة. وتبعد العرضية هنا. تحكم كبير في الكرة وانطلاقة ممتازة. فرصة للتقدم على الأطراف من جانب فريق فاوندرز. تدخل ممتاز ينهي الفرصة الخطيرة. تدخل سليم يبعد الخطورة. راحت لتشوميني. ممكن التعادل الآن. التعادل من جديد. أي ندية، أي إثارة. كل فريق غير قادر على فرض أسلوبه والسيطرة على المباراة. شوف القمة، أي تكافؤ في هذه المباراة حتى الآن. جوتا كلاوس. تدخل ناجح على الكرة. كريم بنزيما. الآن نشاهد هجمة واحدة من جانب فريق فاوندرز. انظر كيف يستعيدون الكرة. بنزيما. داروين نونيز يتمكن من استعادة الكرة. راحت عند داروين نونيز. يا الله، حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية.
واضح من خلال الإحصائيات بأن الفريق يهاجم، بأن الفريق يصنع، بأن الفريق يحاول على المرمى، لكن حتى هذه اللحظة يفتقد للمسة الأخيرة واللي تخليه يصنع الفارق من خلال القوة الهجومية في الأمام، لأنه حتى هذه المحاولات لا تنتهي في المرمى. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، يتمكن الحارس من إيقاف تسديدها. ركنية تنفذ داخل ال 18، وهنا الراية تعلن عن وجود حالة تسلل. تمريرة كانت مبكرة قبل العودة الكاملة من مصيدة التسلل، قرار سليم وتركيز غير موجود. الكرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب ديوغو فوتا، خطيرة عن جوتا، مستحيل، حطها في المرمى بعد خطأ من حارس المرمى. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. برونو فرنانديز، هل يسجلها؟ لا، لا يمكن هذه الكرة، تصدي غير عادي من الحارس. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. هرنانديز، غياب التركيز في التمرير ويفقد الكرة. موجود الخطأ، واضح هنا بدون شك. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. تنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. Yeah, no problem. Yeah, no problem. Yeah, no problem.
نعود إلى المباراة وانطلاقة الشوط الثاني، والنتيجة من الشوط الأول كانت تأخر فريق فاوندرز. جيماريتش وصلت هنا إلى جيسوس، كرة جميلة إلى بنزيما، كان ممكن تشكل خطورة لكن تنتهي الآن. فرصة الآن لكرة مرتدة، ديوغو جوتا ظلت الطريق، هجمة سريعة جدا، الله على الروعة، في النقلات، في التمركز، في التحرك، هجمة مرتدة كانت مثالية، التحرك الجيد والساعد في قطع الكرة، راحت إلى داروين نونيز، والكرة في المرمى، والفارق يتسع إلى هدفين. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. وصلت ديوغو جوتا، بتروح عند ساديو ماني، وصلت ديوغو جوتا، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز، ديوغو جوتا، الكرة ليست في الشباك، الحارس يتدخل، يبعد هذا الهدف المحقق. تدخل واستخلاص لكرة خطيرة، كلاوس، ملعوبة إلى كريم بنزيما، يتدخل هنا ويعترض طريق الكرة، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، وصلت لديوغو جوتا، كرة عالية على المرمى بكثير، داروين نونيز، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة، كريم بنزيما، بنزيما، يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحظوظ. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، وهنا حدث الانفراد بالمرمى والفرصة استغلت الاستغلال الأمثل ولم تهدر الكرة، وجاء الهدف يؤكد على القدرات الكبيرة في إنهاء الفرص أمام المرمى. ألكسندر أرنولد، جيماريتش، دوناروما يتصدى بقبضة يده، وهنا حالة تسلل واضحة بالتأكيد، تسديدة لكن من مسافة مستحيلة، أوهو لو دخلت هذه الكرة كان ممكن يوسع الفارق، كان ممكن يلعب بأريحية أكبر في المباراة، كرة كانت قريبة جدا من الدخول، يتقدم فيها بمهارة، الله على الاستحواذ على الكرة، المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. تريت ألكسندر أرنولد، داروين نونيز، الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى، جابرييل جيسوس، تصدي على الطائر، ارتماء ناجحة هنا على الكرة تمنع الهدف، فاوندرز يحصل على ضربة ركنية هنا، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة، يتمكن هنا من التجاوز والمرور، ديوغو جوتا، فرصة خطيرة على المرمى من بدايه.
بداية الهجمة كل شيء كان سريع، نقل الكرة، التحرك، التواجد، الهجمة المرتدة، الله على فرصة لم تكتمل. هيرنانديز خارج الملعب، رمية تماس، برونو فرنانديز، كرة خطيرة عن فرنانديز، مستحيل هذا الهدف، هدف يأتي ليعزز التقدم لفارق الهدفين. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة، في المرات القادمة لا بد من استغلال هذه الكرات. عشر دقائق ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. تنتقل السيطرة للمنافس. حلوة الكرة، حلوة الكرة، حلوة اللقطة، الله على المهارة، شوف كيف لعبها، شوف التنفيذ، كانت قريبة في اللقطة الماضية. تدخل ناجح لاستعادة الكرة، ينجح في اعتراض الكرة العرضية، تتحول السيطرة هنا. مباراة تقترب من نهايتها والنتيجة واضحة ومعاناة الزوار واضحة في هذا اللقاء. من البداية لم يكن الفريق في المستوى المطلوب ولم يظهر ندا بما فيه الكفاية. ما يحدث الآن هو ناتج القرارات الخاطئة التي اتخذت في الملعب والتي تحتاج إلى تصحيح في أقرب وقت ممكن. الوقت بدل الضايع المحتسب دقيقتين فقط. وفي هذه اللحظات تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية اللقاء الفريق بشكل واضح من هذه المباراة. لنكون واضحين بأن معركة وسط الملعب ضاعت ولم يكن الفريق
احبتي الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم اينما كنتم من ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه. نلتقي حيث تقام هذه المباراه في ظل حضور مميز، وهذا محدثكم فارس عوض يحييكم من كابينة التعليق. مباراة مرتقبة ومتعة منتظرة في مباراة ضمن منافسات ديفيجن رايفلز. نأمل بأن تكون هذه المباراة قوية وممتعة لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان. مع كل مباراة يكون هناك متعة جديدة، وفي هذه المباراة نأمل بأن نستمتع بلحظات ولمسات فنية مذهلة. والآن مع كلاوس، كرة فيها خطورة، الهدف الأول في المباراة يأتي مبكرا. يشعل الأجواء. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. يهرب فيها من الرقابة، الله على المهارة، ضربة زاوية في هذه اللحظات. ركنية يلعبها برونو فرنانديز، حارس المرمى في قمة التركيز يسيطر على الضربة الركنية. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. فيلفيت داتشيز وانطلاقة هجومية في المساحات على الجناح. الكرة بتضيع من رحيم ستيرلينج، تحرك هجومي ممكن أن يسفر عن خطورة. يفعلها وينجح في المرور، لكن وين الكرة؟ بتتخلص قبل محاولة المرور الثانية. مميز، ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. كلاوس، تاكي، ولا مع كوبو، عرضية فيها خطورة. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. فيل فودن، ملعوبة إلى جيسوس، فرصة أمام المرمى. يا رب من هذه المسافة، تير شتيجن يتصدى بردة فعل وسرعة استثنائية. ركنية باتجاه المنطقة، ضربة ركنية، الكرة بتتخلص من حارس المرمى. حكم يعطي الأفضلية هنا، الأفضلية لا تستمر، يتوقف اللعب الآن ونعود إلى المخالفة. عثمان ديمبلي، اللاعب يخشى من الكرت الأصفر لأنه عنده كرت أصفر سابق. كان على اللاعب أن يكون أكثر حذر في تدخلاته، خاصة بعدما حصل على البطاقة الصفراء. الحكم لم يتساهل في منح البطاقة الثانية واللي تعني الكرت الأحمر، وبالتالي على المدرب الآن أن يفكر في التكيف. ممكن التعادل الآن، كرة التعادل بتضيع في اللقطة الماضية. تمكن هنا ونجح في استعادة الكرة. جابريل جيسوس، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام، أمام مساحة في هذه اللحظات. غريبة الفرصة، لماذا التسرع والتسديد بالقوة؟ حالة انفراد بحاجة لاستخدام المهارة للقوة بالتأكيد. تدخل ممتاز هنا، تاكي، وهنا وصلت لينكولكو،
وصلت لبيلينغهام، الآن يبحث عن افتكاك الكرة بعد أن كان مسيطرا عليها. ينطلق بالكرة الخطيرة، يا رباه يا جيسوس، الله يا جابرييل، تمريرة بدون تركيز والكرة بتروح للفريق الآخر. الآن مع فودين، اعتراف ناجح لهذه اللقطة. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، استعادة للكرة بعد ضغط عالي ممتاز. تمريرة تضرب الدفاع، ولما مع جابرييل جيسوس، شوف السيطرة، شوف الاستحواذ، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. قد تشكل خطورة لخط الدفاع، بيعدي فيها، يتقدم فيها، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة، الله على هذه النهاية. تنتقل السيطرة للمنافس، زيدان، صارت مع زيدان، ينجح في التخلص في هذه اللحظة. رودريجو، انقاذ رائع للتسديدة، ركنية لفريق فيلفيت تاتشز، ركنية بتلعب، يتقدم إلى الأمام، يا الله على التصدي، تير شتيغن يتألق، تألق غير عادي، في كرة من مسافة قريبة جدا، كرة بتمر بجوار المرمى، دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت، بمر فيها بعدي، كرة بتتخلص بعد انطلاقه، كان ممكن تشكل خطورة. هذه هي الصافرة نهاية الشوط الأول من يعود الفريقين إلى الملعب وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. نجاح هنا لاستراتيجية الضغط العالي، الكرة في المرمى، التعادل يأتي، يرفضون الهزيمة، يرفضون الاستسلام، رغم النقص العددي ما زال الفريق يقاتل ويسجل ويعود من جديد. فرصة للتقدم في النتيجة، الله على التصدي من تير شتيغن، فشل في الحفاظ على الكرة، وصلت لرودريجو، والتصدي جيد هنا، بيلعب للكرة في منتصف الثمنتاش، انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية، بيعدي فيها من المدافع، غياب للتغطية ومرور سهل، زيدان بيجرب، والاعتراف بكل شجاعة، الله على المهارة، حلوة التسديدة، كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك، شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. زين الدين زيدان، نعم الخطأ موجود هنا والقرار منتظر باحتسابه،
مجهود مميز. الله على الكرة خادعة لحارس المرمى، مهارة عالية في الكرات الثابتة. كرة بينية فيها خطورة الآن، جيسوس وفرصة خطيرة. أوهو لا يتراجعون، لا يكتفون، يبحثون عن المزيد، هدف آخر يوسعون به الفارق في ظرف دقائق بسيطة. لم ينتهي الاحتفال الأول إلا باحتفال ثاني. برونو فرنانديز، جيسوس وفرصة هدف الآن. صافرة هنا تعلن عن حالة تسلل. فقدان للكرة بسهولة بعد تمريرة سيئة. كريستوفر كوكو، بيرسل الكرة. كان فرصة تقليص الفارق في اللقطة الماضية، محاولة ممكن تكون حافز للفريق حتى يواصل المحاولات على المرمى. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمية تماس. جابريل جيسوس، ضاعت الكرة هنا بتمريرة سيئة. فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. استعادة ناجحة للكرة بعد ضغط عالي. يا رب موسيقى، الله على اللحن، على الكلمات، على التوزيع، عمل فني متكامل. أوه على هذه الكرة. ولا مع كريم أديمي، عرضية في الثمنتاش، لكن العرضية بتصل مباشرة إلى حارس المرمى بدون أي مشاكل. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. توقع سليم في قطع هذه الكرة، خطأ واضح وركلة حرة ستحتسب. تقدم ممتاز باتجاه المرمى، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. الآن فرصة كبيرة في الهجمة المرتدة. روعة الكرة البينية باتجاه الساكا، كان بإمكانه أن يتصرف في الكرة بشكل أفضل. عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. ويليامز، فرصة الواحد على واحد الآن. انفراد صريح جدا بيضيع. غريب جدا لعب الكرة ببطن القدم بهذا الشكل، ربما التوتر هو السبب هنا. روي كين يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. خطأ كارثي في هذا المكان، من الممكن بأن نشاهد كرت أحمر. عمل رائع، يتدخل شتيكن واللعب مستمر الآن. محاولة لمفاجأة الحارس من مسافة بعيدة لكن وصلت سهلة، لم تشكل أي خطورة في اللقطة الماضية. الكرة إلى خارج الملعب، رامية تماس. زين الدين زيدان، 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. عمل جميل لكنها بتروح سهلة إلى حارس المرمى، وتصدي سهل في اللقطة. يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة.
يتقدم بالكرة باتجاه المرمى بكل شجاعة. اعتراف ناجح. غريبة الفرصة، لماذا التسرع والتسديد بالقوة؟ حالة انفراد بحاجة لاستخدام المهارة للقوة بالتأكيد. ريس جيمس، عثمان ديمبلي، بينية تضرب الدفاع، ضاعت الهجمة هنا. تسلل موجود ورايه صحيحة، تمريرة تلعب بشكل خطير جدا، لكن التحرك ما كان في التوقيت المناسب وبالتالي تنتهي الخطورة. تصدي خرافي للكرة الرأسية، ردت فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. إيدرسون يتدخل ولكنها مستمرة. كرة في القائم يا رب. انتهت الخطورة وحسم الموقف. فرصة هدف محقق. إيدرسون يتألق. الله على ردة الفعل. تدخل مميز لاستعادة الكرة. يتقدم باتجاه المرمى. كرة هدف في هذه اللحظات. أوه، الكرة في المرمى. الفارق يتسع لأربعة. إذا تنتهي المباراة مشاهدينا